تمثال ابو الهول من المعروف حوالين العالم ان هو اقدم تمثال واضخمهم، بيبلغ الطول بتاعه 73 متر وعرضه 19 متر. شكله على شكل اسد براس انسان، وتغير اتجاهاته في العصر الفرعوني علشان يتماشى مع نظر ابو الهول، لكن فجأة على مواقع التواصل الاجتماعي انتشر بشكل كبير جدا على الفيسبوك والانستجرام ابو الهول غمض عينه. لكن تعالوا نعرف ايه هي حقيقة اغلاق عين ابو الهول بعد انتشار الخبر ده على مواقع التواصل الاجتماعي. وناس بتقول ان ده بيشير الى حدث ما سيصيب مصر، او ان هي قصة اخترعوها، او هو مثلا فوتوشوب. لكن في الحقيقة ان ابو الهول دايما عينيه مفتوحة بالكامل عادي جدا، لكن صور متبادلة، دي صور متبادلة بالفوتوشوب، ما هي الا معدلة علشان يعمل اثارة للجدل على السوشيال ميديا. وهو فعلا ابو الهول على مر الاف السنوات ما يتغيرش شكله خالص، لان في عمليات ترميم مستديمة من وزارة السياحة، والتداعيات اللي هي بتقول ابو الهول بيتحرك او ابو الهول عينه غمضت ما هي الا خرافات. ولو حتى ابو الهول عينه غمضت، لان في الحقيقة في حاجة اسمها عوامل التعرية. عوامل التعرية ديت ان هو كانت السبب في سقوط انف ابو الهول، مما ان هي سببت تآكل سطح التمثال او تآكل منطقة الانف، لانها كانت اضعف حتة في تمثال ابو الهول. لان ابو الهول اتبنى بين 4500 سنة، وفعلا عوامل التعرية اثرت بشكل كبير على تمثال ابو الهول. وزي ما انت شايف هنا، دي صورة حقيقية ممكن من 4500 سنة، ده كان شكل ابو الهول.